كنا قاعدين ومبسوطين وكنا نلعب ونفرح أنا وأبويا وأمي وأخواتي. انقصف جامع اليرموك وانقصف الضرنا معاه وانصابنا كلنا، ونزحنا أنا وأخواتي وأبويا وأمي، نزحنا لدار عمي وانقصف الدار عمي وكلهم استشهدوا وما ضلش حد فيهم. ولقيت أنا قاعدة بتمنى الموت، أنا بتمنى أن أروح الست، أروح عند ست في حضنها في أمان أنا وعمتي وولادها. نقعد عندها هنا فيش أمان أصلا، مش عارفين حالنا هنموت ولا هنعيش من هذا الحرب. صعب الحرب هذا صعب، خصوصا راح حياة ابننا. ليش نضلنا هنا وحتى ما شفتش أبويا، حتى ما شفتش أبويا وهو مستشهد، ولا أمه، ولا أمه وأخواتي، ولا عمي وعمتي وولادها وعمي وولاده ومرته. أمي تحت الردم هو وأخواتي، بس أخو واحد اللي طلع. أنا بعرفش آكل ولا حتى أنام، وكمان بسبب موت أبويا وأمي بسبب لي أزمة.